مساء الخير والف مبروك، ومتشوقين نشوف العمل الجميل ده اللي كلنا اتعلقنا بيه اول مره، واكيد المره دي كمان هيبقى مختلف. الله يبارك فيك يا هبه، ورمضان كريم على الامه يا رب العربيه يا كلها رب. وعلى مصر الحبيبه، وان شاء الله يا رب يكون شهر كريم علينا، وربنا يا يبعد رب علينا اي امين شر يا رب ان شاء الله كده، يعني نبقى سعده كلها. يا رب اولا امين. طبعا جري الوحوش طبعا نورتنا طبعا، في طبعا فادي عبد الغني، وعندنا الفنانه الجميله عفاف رشاد، وطبعا انا مش عايزه اقول كل الاسامي عشان ما انساش اي حد، بجد كل دور في المسلسل ده اللي هو جري الوحوش كل دور فيه بطل بطل وميكس بجد. كده بالناس، يعني من النجوم الكبار على وجوه شابة برضو جميلة جدا، دي توليفة طبعا حلوة قوي. طبعا، وفي طبعا الهام اللي طلع بنتي طبعا، دي وجه جديد ومبشر طبعا بالخير. بس المحارب عبد العزيز حشاد المخرج الجميل اللي هو تقدري تقولي لا هو القديم يعني قوي ولا هو الجديد، هو خط الوسط، خط الوسط بجد، وانا بسميه المحارب يعني، لان كل الادوار كانت صعبه جدا، الدور صغير او كبير او بطل او اي حاجه، فكل المسلسل في حاجات جميله جدا، في مبادئ المصريه الجميله، وفي يعني بترجع تاني بنرجع اصل الحياه، اصل الانسانيه اللي هي اوقات بتهرب مننا احيانا، يعني الانسانيه، الانسان، وان لازم الواحد يبقى راضي والمقسوم هيجيلك. صعب قوي موضوع الرضا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، قيمه في حد ذاتها يعني تكاد تكون مستحيله بتهيألي وغايبه عننا. لا لا لا، وعايزه اقول لك حاجه، الرزق اللي يكون جاي من الله من عند ربنا لا يمكن اي قوه شر تقدر تمنعه ايا كان، لما ربنا بيبقى باعت رزق ربنا اللي بعته، ومهما قوه شر تمنعه ابدا ما بيحصلش. المسلسل طبعا انا مش عايزه طبعا اخوه طبعا المؤلف الجميل طبعا اللي هو طبعا زي ما الاستاذه طبعا فاديه اتكلمت وقالت ان الفيلم ساعتين، لكن هنا طبعا الوقت كبير. عايزه اقول لك ناس تعبوا جدا، ممثلين تعبوا وعشان يطلعوا شغل جميل، ويا رب الناس تتبسط بيه، لان في تعب وفي شغل وفي جهه انتاجيه طبعا. الاستاذ محروس كمنتج بصراحه يعني ما بخلش ابدا على العمل، واداله يعني انت عارفه الانتاج دلوقتي بيبقى صعب دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي طبعا. فطبعا انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه الناس تقعد تتفرج عليه وتستناه، لان فعلا الناس هتستمتع بجد، لان في حاجات حلوه بعدنا عنها، بتفكرنا بالمسلسلات زمان، نال والبنون، ليالي الحلميه، الزمن الذهبي للدراما. فيها حاجات من الذهب، من يعني طبعا مش هتبقى زيها طبعا، لان اللي فيها كانوا يعني ايقونات، كانوا المازات كلهم يعني بصراحه، لكن في محاولات طبعا للانسان، وان الحاجات اللي احنا بعدنا عنها دي ترجع تاني، وهتبقى موجوده وهتبقى موجوده، لان احنا مش ممكن هنعيش من غير امل، ممكن هنعيش من غير تسامح، من غير حب. صح، ولسه الدراما المصريه مميزه جدا بصراحه يعني. طبعا يقول لك لا ده ما فيش حب، لا ده ما فيش تعرف ايه زي ما انت بتقولي، لا بنفضل احنا عندنا الدراما ما حدش يقدر يعمل زيها. لا يمكن، مصر هي مصر وهي يعني هوليود الشرق في الوطن العربي كله، وعندنا ممثلين دول الماس. صح، الماس، جواهر، والله جواهر. بس لما تخلصي تصوير بقى لازم تنورينا في الاستوديو. خلاص ماشي يا حبيبه قلبي، عينيا ليك يا روحي. تنورينا، ومتشوقين جدا نتفرج، والف مبروك مره تانية، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. تسلم يا رب. فنانه عايده اليوم سعدت بيكي جدا. الله يخليكي، ميرسي يا هبه. شكرا يا حبيبه قلبي، مع الف سلامه، ورمضان كريم يا رب ان شاء الله. الله اكرم. مع السلامه.